الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى رسل الله أجمعين. الحقيقة فيها نبدأ بكلمة خفيفة كده، فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة العبد، وإن شاء الله لن نطيل عليكم أكثر من 10 دقائق بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني احنا كلنا معانا زين، بنسعد برؤيات وبنسعد في زياراتك الطيبة وبأعمالك التي لا تحصى في مساجد الله أو في بيوت الله عز وجل. ولم نشكرك بعد إذن معالي الوزير الحافظ، نشكرك شكرا جزيلا على هذا الحضور الطيب المبارك في هذا اليوم. وقد جمعت قلوبا ربما كانت هذه القلوب لا تجمع إلا بحضورك، سواء كان من العلماء أو من غير العلماء، فشكرا لك على هذه الزيارة الطيبة التي جمعت فيها هذه القلوب وهذه الأفئدة، وجمعت لنا من العلماء الأجلاء التربيين محمد راشد محمد السيد النائب سيادة اللواء شكري، معنا مجموعة من الضيوف الأفاضل الكرام الذين أتوا لمجرد حتى لقاء فقط، اللقاء والتعرف على جهودك الفاضلة والكريم. أنا الحقيقة لا أريد أن أسترسل في كلمتي، ولكن أنت جئت إلينا في الرياض وفي رأس الرأس بالذات بهذا المسجد الذي بني بالجهود الذاتية، وسوف تعرج على مسجد الرحمة وهو أيضا قد جدد بالجهود الذاتية، إلا المآذن، المآذن طبعا اللي كانت على حساب وزارة الأوقاف، فأشكرك على هذا. فشكرا لك على هذا الوجود الطيب المبارك، جمعتنا بالعلماء وجمعتنا بالشرفاء وجمعتنا بالأفئدة الفاضلة الكريمة، سواء كانوا من النواب أو من غير النواب. وعلى رأسهم الدكتور محمد البشاري، وهو رجل يعرف له الجهد ويشكر له كل جهد. معالي الوزيرة، أنا أشكرك على هذا اللقاء الطيب، وأنت دائما حاضرة في الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعينك على الحاجة التي تحتاجها دنيانا بإذن الله تعالى. ومع كلمة معالي الوزير الفاضل المحترم أستاذ الدكتور محمد القطار، فليتفضل. أولا يعني أنا بتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الدكتورة من العوض محافظ دمياط الحقيقة على هذه الحفاوة وهذه الروح الوطنية والإنسانية الراقية العالية، فعلى الرغم من ارتباطاتها بأجندة ضخمة جدا هذا الأسبوع، إلا أنها أثارت أن تكون معنا في هذا اللقاء الإنساني، سواء في الإفطار الجماعي الذي ضم قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والوطنية، أو في هذا الافتتاح. وأيضا كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أسامة العبد على هذه الدعوة السنوية الحقيقة اللي أصبحت من معالم رمضان، والحقيقة للعام الثاني على التوالي سعدت سعادة بالغة في العامين. فنحن عندما نكون بين الناس وبين أهالينا هذه إضافة لنا، والحقيقة منذ فترة طويلة، وكان الترتيب مع الأستاذ الدكتور أسامة على هذا، وحتى لما حدث ارتباط رسمي يوم الخميس الحقيقة مشكورا أرتب مع السيدة المحافظة وأجل هذا الأحد. الدكتور محمد البشاري جاي من باريس، وهو جاي من الإمارات العربية المتحدة، وهو من الشخصيات المحبة جدا لمصر روحا ودما، وكان الحقيقة في زيارة رسمية، فأتب هذه الزيارة قصدا على هذا اليوم. وأيضا السادة النواب، وخاص بالذكر سيادة النائب
المحتار اللي هو شكر الجلد وفين اللي هو شكري. الحقيقة أخ كريم ومحبه الدكتور راشد وكل السادة النواب. الحقيقة يمكن كان في عدد من الافتتاحات احنا بيبقى صعب جدا نحضر كل الافتتاحات، لان احيانا يبقى عندنا عدد من الافتتاحات في اليوم الواحد. فالدكتور أسامة كل ما يكلمني على افتتاح اقول له ان شاء الله في اجل افتتاحاتك للقاء الرمضاني. حتى لما جاء المسجد قال لي خلص وكان مصر ان احنا نفتتح هذا المسجد، قلت له نفتح للناس تصلي فيه حتى لو نعطل الصلاة، لكن ان شاء الله باذن الله في الافتتاح الرسمي. اضافة الى الحقيقة انتوا فاكرين موضوع المسجد الرحمة، وكان الحقيقة حصل تصدع في الميزانيتين وكان فيه هناك خطوة على حياة الناس، واحنا دايما بيبقى عندنا زي ما يقولوا ضاء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فقمنا بعملية احلال او هدم للمأزنتين، ولكن لما بدأنا عملية الهدم ده كان في وقت عز الصيف والموسم السياحي، فكان في وجهة نظر للمحافظة ان احنا نتوقف لانتهاء الموسم السياحي. وكان الحقيقة الدكتور أسامة دائما يقول لي كل من يقول لي بص المأزنتين اقول له ان شاء الله هنرجعهم افضل مما كانوا. لما خلص قلت له يا دكتور أسامة زي، قال لي لا احسن من الاول. ده انا اشكرك. كل مئذنة منهم مرفوعة 5.5 متر عما كانت من قبل، لانه قال لي والله ما هقبل اقل مما كانوا الايه الاول. قلت له باذن الله لو مش افضل من الاول مش هيكونوا اقل من الاول. فحدث فعلا بيقول ارتفاع 5.5 متر. لما جينا للمسجد كان فيه اتجاهين، اما الاحلال والتجديد واما الترميم، واحنا بيحكمنا ضوابط شرعية وقانونية، واحنا الرأي فيها بيتبع الرأي الفني. ولما جبنا ذهبنا الى المتخصصين في كليات الهندسة وهم اللي قالوا الترميم، وبدأ الترميم بالجهود الذاتية. وكان الحقيقة اتجاه على ان احنا نفتتح ايضا مسجد الرحمة اليوم مع هذا المسجد، ولكن احنا لا نفتتح الامور الا اذا كانت على افضل وجه. ويمكن احنا بعتنا الفرش 1200 متر موجودين في مخازن المديرية، وان شاء الله باذن الله 1250، وباذن الله ان شاء الله يتم المسجد على افضل صورة ممكنة. الحقيقة اللفتة بقى الوطنية والانسانية وعظمة وتسامح الاديان، معالي الوزيرة الحقيقة لما بتقول لي احنا عندنا فعاليات قلت لها ان شاء الله عندنا افتتاح مسجد، فهي اصرت وقالت انا هكون مع نكون معا في افتتاح المسجد. حقيقة دي الروح. وانتوا فاكرين سيادة الرئيس لما بنى واصر على افتتاح المسجد والكنيسة في وقت واحد كتعبير عن سماحة الأديان، وإن إحنا بيجمعنا المشترك الإنساني والمشترك الوطني، الوطن لنا جميعا وبنا جميعا، وما بين الإنسان وبين الله فهذا أمره إلى الله، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لو كان عايز يخلق الناس كلهم مسلمين أو مسيحيين أو يهود أو أي دين كان خلقه، ولكن حكمة الله اقتضت هذا التنوع، لدرجة ان بعض العلماء العقلاء قال من اراد ان يحمل الناس حملا قصرا على دين واحد فهو مصادم لسنن الله الكونية، لان سنن الله قامت على التنوع. يقول رب العزة ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحد، ولا يزالون الى يوم القيامة التنوع قائم. وأصدرنا قريبا كتاب حماية دور العبادة، كل دور العبادة. وقلنا احنا في مصر بنؤمل ان نجد المسلم وده اللي بيحصل، ده واقعنا المصري. المسلم يحمي الكنيسة والمسيحي يحمي المسجد، ومن مات منا دفاعا عن المسجد او دفاعا عن الكنيسة فهو شهيد، لان بيدافع عن البلد وبيدافع عن الوطن، والوطن حماية الوطن من صميم مقاصد الأديان. والحقيقة أحمد شوقي
الأبيات تعبر عن هذه عن هذا التسامح. قال إيه؟ أعهدتنا أعهدتنا والقبط إلا أمة، أمة واحدة، أمة واحدة، أعهدتنا والقبط إلا أمة في الله واحدة تروم مراما، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم. أنا كان معايا أمس الدكتور مصطفى الفيل وكان بيتكلم عن تسامح الأديان، وكنا بنتكلم عن بناء الشخصية الوطنية. قال أنا بعض المسيحيين الأشقاء اتكلموا معايا قالوا لي إن القرآن الكريم والمسلمين يوقعون السيدة مريم عليها السلام أكثر مما توقعها بعض الكنائس أو بعض الطوائف المسيحية. ده كلام اللي نقله الدكتور مصطفى الفقي، لأن انتوا عارفين مدى تقطيع القرآن الكريم للسيدة مريم ولسيدنا عيسى عليه السلام، وأنه من أولي العزم من الإيه؟ من أولي العزم من الرسل، ولا يكتمل إيماننا إلا بالإيمان بكل أنبياء الله ورسله. قال أعهدتنا والقبط إلا أمة في الله واحدة تروم مراما، نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام. نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام. اللي بيحصل ده هو ده هو ترجمة أحمد شوقي. وجود سيادة الوزراء معنا الآن ده تقدير لأشقائها من المسلمين، وتقدير للإسلام، وتقدير زي انت ده احترام الأديان واحترام الوطنية واحترام الإنسانية. نعلي تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلام. هذه بيوتكم وتلك بيوتنا، متجاورين، ده كلام شوقي، هذه بيوتكم وتلك بيوتنا متجاورين مودة ووئاما، هذه قبوركم وتلك قبورنا متجاورين جماجما وعظاما، فبحرمة الموتى وواجب حقهم كونوا كما يقضي أو عيشوا عيشوا كما يقضي الجوار كراما. هذا هي الروح. ويمكن في قواتنا المسلحة الباسلة وفي الشرطة في الدفاع عن هذا الوطن بيختلط دم الجندي المسلم بدم الجندي المسيحي، وتجد الجندي المسلم بيحمي الجندي المسيحي والجندي المسيحي بيحمي الجندي المسلم. فالوطن بنا جميعا ولنا جميعا، ويبقى كل إنسان فيما بينه وبين الله من اختياره الحر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. هذا جانب. أما الجانب الآخر الحقيقة، أنا الحقيقة بندعو الله عز وجل لكل من أسهم في بناء هذا المسجد. بالمناسبة أنا عندما يكون دعوة افتتاح ومسجد بالجهود الذاتية ومسجد بنيه الوزارة، أنا بفضل المشاركة في المسجد اللي بالجهود الذاتية. والعام الماضي افتتحنا مسجد أيضا بالجهود الذاتية، وده بيأكد كرم هذا الشعب وكرم أبناء دمياط وحبهم لدينهم وحبهم لبيوت الله. ليه؟ الوزارة بنت، ده واجبنا، لكن إحنا كدولة بندعم الجهود الذاتي، سواء بناء دور العبادة، سواء بناء المساجد أو بناء الكنائس، كل ده من عمارة الكون وعمارة الأرض. فأنت هذا الإنسان اللي آثر ما عند الله على ما عند نفسه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، يستحق الدعم ويستحق إن احنا نقف إلى جانبه، ويستحق إن احنا نحييه على جهده الوطني وعلى جهده في عمارة بيوت الله. فالحقيقة بنحرص فيما يبنى بالجهود الذاتية إن احنا نكون إلى جانبهم. فاحنا الحقيقة كل من أسهم بجهد أو مال نسأل الله أن يتقبل منه، وأن يخلف عليه خيرا في الدنيا، وأن يوسع عليه، وأن يتقبل منه ما قدم، وأن يبارك فيه في ولده وأهله وزوجه، وأن يرزقه حسن النية جزاء ما قدم. الأمر الأخير، إحنا دائما بنقول رمضان شهر مكارم الأخلاق،
شهر البر، شهر الرحمة. احنا عندنا الحقيقة حاجتين احنا بنركز عليهم في هذا الشهر، هنأكد عليهم. احنا قلنا رمضان شهر مكارم الاخلاق وشهر التكافل والتراحم والبر. اهل دمياط وفي كل اهل مصر فيها اهل خير بلا حدود، بدليل انك تجد عمارة المساجد وتجد كل جوانب الخير لا حدود لها. دايما بنذكر بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وخير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. إذا إن استطعنا ألا ينتهي هذا الشهر وليس بيننا جائع ولا محروم ولا مسكين ولا محتاج فلنفعل. سيدنا عبد الله بن سلام يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقدمت إليه فنظرت في وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعت منه: أيها الناس، أيها الناس، أفشوا السلام. السلام مش مجرد تقول واحد سلام عليكم، لا، سلام حقيقي، سلام تعيش الناس في أمن وأمان. وبالمناسبة حدث النهاردة اللي حصل من فئة ضالة مضلة خائنة عميلة لا يمكن أن تكون تنتمي إلى دين ولا إلى وطنية في الهجوم على حافلة سياحية. خلي بالك، أي سائح، أي زائر، أي ضيف دخل بلدك له ذمة الله ورسوله وأمان الدولة. يا أخوانا الضيف يقام، ده انت اي الضيف اللي دخل، كل من دخل الى وطنك سواء بقى سائح، زائر، مقيم، يتعالج، ضيف، مش فقط تحميه، ده يجب عليك اكرامه، اكرام الضيف. ومن يتعرض له باي اذى فهو خائن لله ولرسوله وللوطن ولعلمك. وانا بقول والقى الله، والدكتور اسامه ده استاذنا واستاذ الشريعه واستاذ الفقه، الإبلاغ عن المفسدين في الأرض واجب شرعي، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لكف شر هؤلاء، لأن ده بيدمر البلد. خلي بالك وانت قاعد هنا، ما هو اللي ده بيعمل ايه؟ عايز يضرب لك اقتصادك، عايز يضرب لك السياحة. لما السياحة تضرب، بص، هي الاقتصاد ده حلقة متداخلة، أي حاجة يمسك انت ويمس أبنائك. وقالوا: رجل فقير ضعيف في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة ضعيفة فقيرة، لأن الدولة القوية تحمي أبنائها وتدافع عنهم، أما الرجل الغني في دولة ضعيفة عرضة للنهب وعرضة للسرقة وعرضة للسطو وعرضة لضياع ماله وعرضة للاعتداء عليه وعرضة للنهب. فإذا خرج يستثمر في الخارج عرضة، ليس له دولة تحميه. لا يمكن، لا دين بلا دولة، لا دين بلا دولة، الدين لابد له من دولة تحميه، ولا اقتصاد بلا دولة، ولا استقرار بلا دولة. ولذلك هذه لا يمكن، يعني بأي مقياس، اللي اعتدى ده على آمنين وعوع آمنين، هل في بالله عليكم دين في الدنيا، دين، أي دين، إسلام أو غير إسلام، في دين يجيز إنك تعوع الآمن؟ هل في إنسان وطني عنده زرة وطن بيخاف على بلده، بيخاف على بلده وعلى مصالحه، ممكن يعمل ده؟ طب ما احنا لو سيبنا دول هيخربوا وهيفسدوا. ولذا بنقول يجب شرعا وطنية الاثنين، ان من يعلم مفسدا من المفسدين وعنصرا من عناصر الإرهاب ان يتعاون مع الأجهزة الأمنية وأجهزة الدولة لكف شره عن الناس. ما تعرفش يجي فيه، ما ممكن يجي فيك انت، خلي بالك. فهذا ادي، شوف النبي قال ايه: افشوا السلام. هو اللي اتعمل ده دين؟ هو ده السلام؟ افشوا السلام واطعموا الطعام. رمضان شهر اطعام الطعام. النبي لما صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما فله مثل اجره. بعض الناس فاهم، يعني ممكن ما يكونش واخد باله من الحديث، من فطر صائما فقيرا، يعني فطرت واحد مسكين؟ لا. طب ما النبي لو عايز يقول كده قال: أما من فطر مسكينا أو من فطر فقيرا. طيب ليه النبي قال من فطر صائما؟ لأن النوعين، تفطر الفقير والمسكين وده أولى، لكن لو جمعت أهلك، أخواتك،
أصدقائك، زمايلك، أصحابك، العيلة. يعني أنا أقول لك النهاردة مثلا، حتى اللي جامع الناس دي ممكن 90% منهم مش محتاجين الإفطار، وربنا يخليهم ومسعد، بس الألفة واللحمة والمودة اللي بتحصل بين الناس، أنت لو جمعت أخواتك وبناتك وعمامك وأخوالك، وحتى هم أغنى الناس، لو جمعت أصدقائك، لو جمعت زملائك، ده شهر إطعام الطعام. فالنبي قال من فطر صائما مهما يكون غني، لأن فيه هدف تاني غير الأكل، الألفة والمودة والرحمة. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام، ثلاثة في التعامل مع الخلق. وصلوا بالليل والناس إيه؟ واحدة فيما بينك وبين الله، وثلاثة فيما بينك وبين الخلق، تدخلوا الجنة بسلام. فإحنا عايزين النبي في الفقهاء لما جيهم العيد قال اغنوهم في هذا اليوم، اغنوهم عن ذل السؤال. الفقير اقضى حاجته مبكرا. ولذلك أنا أميل مع الرأي القائل دلوقتي انك تبدأ تطلع زكاة الفطر، ونميل الى اخراجها نقدا لانه انفع للفقير، مع جواز اخراجها حبا لا حرج. لكن لو سألتني ايهما افضل، ما في مصلحة الفقير نعمله، وفي غالب عصرنا النقد. بس عجل ليه؟ الرجل يكسب، الرجل الفقير يكسي اولاده قبل العيد، انما انت هتروح ليوم العيد الصبح، احنا عايزين يقضي حاجته ايه؟ مبكرا. زمان كانت الدنيا سهلة والأمور بسيطة وبتدي له طعام، إنما الرجل الآن عايز جهاز كسوة، عايز يرتب لأولاده. مش وذلك احنا كنا حتى في توزيع سنة الأوقاف توما ساعة قبل رمضان، أيضا عايزين الصدقات تطلع بدري وطلعها بسعة، ومن وسع وسع الله إيه عليه. يبقى اغنوهم في هذا اليوم. وأيضا احنا دلوقتي بنرتب مع ده لمشروع صكوك الأضاحي من الآن، ونؤمل أن نصل لمليون أسرة في هذا العيد. وأيضا بنأكد وإحنا اللجنة الدينية متابعة معنا هذا المشروع وبينمو نموا كبيرا، والعام الماضي وصلنا 678 ألف أسرة، بنؤمل هذا العام أن نصل لمليون أسرة. صدقة تؤخذ من غنيهم فترد في فقيرهم. وبالمناسبة الفقراء أمانة في أعناق الأغنياء، أمانة في أعناقنا جميعا. هل في المال حق سوى الزكاة؟ نعم، فروض الكفايات، إطعام كل جائع وكساء كل عائد ومداواة كل مريض. ودي إن شاء الله رسالة المسجد الأساسية، لأن المسجد مش مجرد إقامة شعائر فقط فيما بينك وبين الله. خلي بالك مكان قال لك كل واحد يصلي في بيته، لكن عشان نحس ببعض ونتراحم ونتعاون، ولما واحد يغيب تعرف إذا كان مريضا عدناه، وإن كان في أزمة فككنا عنه إيه أزمته أو كربة. الدين دين حضاري، دين يجمع الناس ويؤلف القلوب. إحنا الحقيقة بنشكر مرة أخرى سيادة الوزيرة المحافظة على تشريفها الدكتورة منال عوض، وعلى ما قامت به اليوم من استقبال وكل الحقيقة الترتيبات. وبنشكر الأستاذ الدكتور أسامة العبد على هذه الدعوة السنوية اللي بقت زي كده من معالم رمضان. وانا والله بسعد بلقائي بالناس وهم اهالينا، ولقائنا مع الناس ده جزء من رسالتنا الانسانية ورسالتنا الدعوية. وبشكر الدكتور محمد البشاري على حضوره واجابته للدعوة ايضا، وكل السادة النواب وحضراتكم جميعا. وان شاء الله نسأل الله ان يتقبل ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.